دكتور باسم كليلة، رئيس شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المؤتمرات والمعارض العقارية، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مؤسس شركة VBS لإدارة المطاعم، وشركة مصر التجارية عام 2011، العضو المنتدب لشركة جلوبال فود الإماراتية في مصر. يا مرحب يا دكتور. يا اهلا بيك. وده لقاء مرتقب بقاله كتير. شرف ليا، لانه انا شخصيا متابعه مجهوداتك الحلوه اللي هي بشكل شخصي بنحس انها نموذج حلو قوي للنجاح. ربنا يخليك. لكن كمان بتنعكس على مصر كلها بالاقتصاد، فمنورنا. الله يخليك، بنورك. هندخل في موضوع على طول. احنا النهارده واحنا بنتكلم عن السوق العقاري بكل تفاصيله وبكل الكواليس اللي فيه، بتفضل الخطوه الاخيره وهي الترويج او التسويق العقاري. بحسب ظننا احنا متخيلين انه العقار يسوق بس لينا احنا اللي طول النهار بنستقبل التليفونات. ايه الدور المختلف اللي بتعملوه من خلال الترويج في خارج مصر كمان؟ بص، في الحقيقه احنا لما بدانا في 2017 ده كان نتيجه عوامل كتيره جدا، اهمها ان مصر بتشهد تنميه عمرانيه كبيره جدا في الفتره اللي فاتت. في اخر 7 أو 8 سنين في النهارده اكتر من 22 مدينه جديده بتطلع. مصر بتتميز ان عندها منتج عقاري متميز جدا جدا جدا، تقريبا طرق سداده على 8 سنين و10 سنين وساعات بتوصل ل 15 سنه. اعلى عائد على الاستثمار في المنطقه هو في مصر، يعني يمكن ما بنشوفش العائد ده في اي حته ثانيه في العالم على الاستثمار العقاري. ده حقيقه. ده حقيقه. فكان لازم يبقى في دور جديد ان احنا نفتح اسواق بره مصر بتساعد على تصدير العقار، وده المصطلح اللي بتتبناه القياده السياسيه. فبدانا المشروع بتاعنا في 2017 ولحد دلوقتي محققين حوالي 7 دورات متتاليه، اغلبها طبعا في دول الخليج. ممكن نعرف الاقبال عامل ازاي؟ يعني اولا عندي اسئله كتير خالص عن الاقبال، مين الجنسيات بتقبل، وهسالك كمان عن تفاصيل سهولة حتى إنه شخص يقدر يجيب الفلوس دي في مصر. ده يعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي. طبعا طبعا. أولا الإقبال، إحنا ما كناش متخيلين الإقبال يكون بالحجم ده. أكتر الجنسيات اللي بتقبل على الشراء في مصر هي الجنسيات العربية تحديدا. ويمكن ده نتيجة قربهم من مصر وزياراتهم المتتالية وقرب الشعوب العربية دايما لبعضها يعني. والشخص غالبا بيجي مصر كذا مرة في السنة، فيحب يكون عنده بالزبط بيت. بالزبط. فوجئنا كمان ان المشروعات القوميه الجديده زي العاصمه الاداريه والعالمين والمدن الجديده متسوقه خارج مصر بشكل كويس جدا، والناس عارفاها ومتابعاها، وده بيحقق نجاح كبير جدا لشركات التطوير العقاري لما بتظهر في الاسواق الخارجيه. يمكن مين اللي يقوم بالدور التسويقي ده؟ هل انتوا كمعرض بتسوق كمان للمشروعات اللي بتبقى معاك، ولا التسويق ده يعني مهمه الشركات تعملها لنفسها؟ بص حضرتك، احنا من ساعه ما ابتدينا من 5 و6 سنين كان لينا رؤيه واضحه ان احنا زي ما بنسوق للمعرض احنا بنسوق كمان للدوله. الفكره كلها ان هي قائمه على ان احنا بنسوق مصر انها محطه استثماريه او واجهه استثماريه مهمه في المنطقه، فدايما بنحاول ان احنا نوصل ان احنا بنسوق الدوله على بعضها، مش فكره مشروع لوحده او مدينه لوحدها، لا هي الدوله نفسها. ما انت قريت سؤالي، لان انا نفسي اسالك عن ده. التحديات اللي تخص مصر هتخص بالتاكيد اي حاجه يعني اي استثمار خارجي بيجي لنا. طبعا. وده شكل من اشكال الاستثمار. صح. فايه الاسئله الشائعه اللي بتتسال في المعارض زي دي تحديدا من الاشخاص اللي ما بيزوروش مصر كتير؟ والله هو في طبعا تحديات كتيره جدا. ولكن يعني هو بيبقى قلقان من ايه؟ كان قلقان دايما، كنا دايما بنسمع سؤال وبصراحه ما كانش عندنا له اجابه. لحد من شهر، العقار ده انا لما هشتريه هسجله ازاي وفي مده قد ايه؟ ويمكن كان في مبادره من وزاره العدل للتسجيل، تسجيل العقار، وده امر بقى مهم جدا واصبح سهل جدا ان اي حد يقدر يسجله. انا عايزاك كمان تشرحه لنا فكره انه العقار يبقى مسجل، مش بس عشان ادفع ضرايب عنه يعني. بالظبط بالظبط. لكن ليها ميزه اكيد ليا. هو اولا بيضمن حق المشتري في ملكيته للعقار اللي هو بيشتريه، سواء بيشتريه للاستثمار او للسكن، فبيضمن حق ملكيته. في نفس الوقت في دول كتير بتمنح قروض على العقارات دي، فهو بيبقى دايما سؤاله في النقطه دي تحديدا، هو عايز يضمن ملكيته للعقار قبل اي حاجه. كان ليجلايزيشن. ليجلايزيشن بالظبط. وده يمكن الحمد لله اتحقق دلوقتي،
عندنا شوية حاجات تانية كتيرة شغالين عليها، ويمكن كان في مبادرة رئاسية في شأن تصدير العقار بتوجيه رئاسي لوزارة الهجرة إن هم اللي يتابعوا الملف ده، وإحنا حتى قدمنا كمان مقترح بإنشاء مجلس قومي لتصدير العقار، لأن إحنا بنبص للموضوع بشكل مختلف شوية. النهاردة العالم كله بيبني وبيبني مدن جديدة وبيبني عقارات، مفيش أي مشكلة، ولكن ايه هي النهارده نوع الخدمات اللي انت بتقدمها كدوله علشان تساعد في ده؟ طيب احنا عندنا هنا الدوله في مصر في اخر 6 سنين في مشروعات بنيه تحتيه ومشروعات نقل ضخمه جدا، حاجات كتيره جدا، وكل دي بتخدم في الاخر على الاستثمار سواء كان عقاري او ايا كان نوعه. فمحتاجين ان احنا نسوق كل ده مع بعض في حلقه واحده. فدايما كنا بنتكلم ان احنا محتاجين نعمل المجلس القومي لتصدير العقار يشكل من وزارة الإسكان، وزارة الهجرة، بنك المركزي، المطورين العقاريين، المسوقين نفسهم، وسلام لو وزارة الاستثمار كمان، وزارة الاستثمار طبعا. يعني يا سلام لو قلنا ان احنا عايزين نشجع الناس تيجي تشتري عقار في مصر بالزبط. وتعمل بيزنس في مصر بالزبط. في نفس خد بالك برضو لما نيجي نبص على منطقة الشرق الأوسط هنلاقي ان مصر هي الوحيدة تقريبا اللي عندها كل الديستنيشنز دي. انت عندك البحر المتوسط، الساحل الشمالي، عندك البحر الاحمر، العاصمه وشرق القاهره عامه او بغرب القاهره، العين السخنه، المنصوره الجديده، دمياط الجديده، عندنا تشكيله متنوعه جدا من منتجات عقاريه مختلفه مش موجوده في اي حته في العالم، فلازم نستغلها، وخصوصا احنا في دول كتير بتنافسنا. قبل ما اسالك سؤالي الثاني، مين بينافسنا؟ مين يشبهنا يعني فيبقى عنده نفس الميزه التنافسيه؟ وبرضو صلح لي لو كانت معلومتي غلط، انه مثلا الدول اللي بنسمع انها بتعمل كده انها بتشجع انه تعالى اشتري عقار عشان جنسيه طبعا، او تعالى اشتري عقار فتصنف كتقيم في بالزبط. لا في دول كتير جدا، يعني هنلاقي طبعا الامارات، هنلاقي بتسوقها طبعا اللي هو متمثل في دبي، هنلاقي تركيا، هنلاقي اليونان، هنلاقي قبرص، هنلاقي اسبانيا، هنلاقي البرتغال. طب دي منافسه صعبه، دي منافسه صعبه جدا. ومع الاسف احنا يمكن لسه في الصفوف الاخيره، على الرغم من كل المعطيات اللي عندنا بس احنا لسه في الصفوف الاخيره. نتمنى الفتره الجايه كل الحلول اللي احنا بنحاول نوصل لها تتحقق، لان من السهل جدا ان احنا نبقى دوله من الدول في المصف الاول من تصدير العقار. في ناس كانت بتقلق اصلا من اول ما الفكره دي طرحت ويقول لك صدوا العقار نبيع مصر ولا ايه؟ سمعت الجمله دي اكيد. في الاخر احنا مش بنتملك اراضي، احنا الفكره كلها ان احنا بنبيع عقارات متمثله سواء في وحدات سكنيه او اداريه او تجاريه، فهو الموضوع كله ملوش علاقه ببيع البلد، بالعكس انت بتعمل مصدر دخل، الدخل ده هيحقق لك نمو في حاجات تانية كتير جدا، وضخم جدا، بيساعد على السياحه، بيساعد على حاجات تانية كتير جدا، بيشغل صناعات كتيره جدا حواليه، فده بقى مهم النهارده جدا، ودول كتيره جدا شغاله عليه، بتمنح بناء عليه الاقامه، بتمنح عليه جنسيه زي ما حضرتك قلتي، فلا احنا محتاجين ان احنا نشتغل على ده بشكل مكثف. في حاجة تانية أعتقد أنه مصطلح برضو بيتقال home back home، أنه ناس المهاجرين من زمان طبعا في رؤية كده أنا تشجعهم تعالوا اشتروا بيوت تاني في مصر وتعالوا يبقى ليكوا عقار في مصر. الموضوع ده بدأ يتحرك، الناس بدأ يتحرك جدا، وخصوصا في آخر 2016 بعد تحرير سعر الصرف. النهاردة فرق العملة بقى عامل مهم جدا لصالح اللي برا مصر، لصالح اللي برا مصر. النهاردة هو كان لو نفترض مثلا مرتبه 10,000 دولار، ففي وقت من الأوقات ده كان تقريبا 80,000 جنيه، بقى 200,000 جنيه، فيقدر ان هو يحوش منه او يقدر يحط فيه فلوس في عقار استثمار او سكن او ايا كان، فبالعكس ده عامل جذب مهم جدا وبيتحقق دلوقتي على ارض الواقع، ويمكن احنا بقينا بنشوفه في تحويلات المصريين في الخارج. ناقصنا ايه؟ يعني في الترويج انت قلت جمله مرعبه وتخض بس اكيد حقيقيه، يعني ان احنا في الصفوف الاخيره في وسط الناس سبقتنا جدا في ده، ايه اللي ينقصنا فممكن يساعد في انه لما حضرتك تبقى بتروج او بتعمل معارض وفعاليات للترويج يبقى عندك الحاجه اللي تسندك؟ صح. بينقصنا ايه؟ بينقصنا شويه حاجات. النهارده مثلا خلينا نحلل الاول نشوف مين اللي بيشتري وبيشتري ليه. اللي بيشتري ده لو هو مثلا اجنبي، فهل هو مثلا معتمد ان هو هيقضي سنين المعاش بتاعته في مصر بناء على ان هو عايش في جو حلو وجو كويس وصحي والكلام ده كله، فيبقى محتاج خدمات جنب ده زي مثلا مستشفيات. ده محتاج يروح البحر الاحمر بس. بالظبط بالظبط. ده ينبسط قوي هناك. بالظبط. فبنحتاج نشوف مثلا مستشفيات، مراكز تاهيل. طيب في ناس بتبقى بتشتري العقار ده علشان ابنائها جايين يدرسوا في مصر، فمحتاج ان احنا نشوف جامعات ومدارس، وده موجود. محتاجين نشوف اماكن ترفيه، محتاجين نشوف اسواق. طب بس ده موجود. ده موجود فعلا. محتاج ينمو بشكل اكبر من كده، لان برضو في الاول وفي الاخر هي منافسه زي ما احنا قلنا. في نفس الوقت محتاجين نشوف موضوع الإقامة مقابل شراء العقار ده هيتنفذ إزاي، وإيه جهة الولاية اللي هتمنح الإقامات دي وإيه شروطها، علشان كل الكلام ده يتحقق على أرض الواقع.
يعني شويه اجراءات قانونيه للتوثيق صح للمساعده او الخدمات المساعده صح. انا كده فاهمه صح بالظبط بالظبط. في قاعده بيانات تضم السوق العقاري في مصر، يعني ينفع ادخل على سيستم كده، يعني بما اننا دايما بنتكلم عن مستقبل كل حاجه، فادخل على سيستم واشوف بقى الكلام العظيم اللي حضرتك بتقوله ده. ايا كان حجم المستثمر قبل ما يجي اي بلد بيبقى عايز يشوف شويه بيانات عن السوق اللي هو داخله، حجم بيعات السوق ده عامله ازاي، العائد على الاستثمار بتاعه هيرجع في قد ايه، النهارده لما اشتري الوحده السكنيه او التجاريه او الاداريه دي لما هاجرها هتتاجر بكام، فاحسب العائد على الاستثمار بتاعي. فطبعا في بيانات كتيره جدا بتنقصنا كل ده، واحنا برضو شغالين على ده الى حد ما، لان برضو زي ما قلت لحضرتك في الاخر احنا بنسوق للدوله، فبنشتغل على ديجيتال بلاتفورم ان هو يكون في ريسيرش اند ديفلوبمنت، ان احنا نحاول نوصل لتحاليل وبيانات معينه نعلنها بره مصر تبقى دايما متشافه ودايما ابديتد، لان ده هيساعد على حركه شراء العقار والاستثمار العقاري في مصر. انا متخيل يعني لو انا مثلا في امريكا وعايز اكتب في الغردقه هشتري، هيطلع لي مطورين كتير. ايوه مين اللي هينصحني ويديني النصيحه ويقول لي على حسب هي. يعني ده اللي هي دي اللي احنا بندور عليها، لان طبعا مطورين كتيره جدا موجودين في السوق، طبعا اغلبهم عندهم كريديبيليتي عاليه جدا، ولكن في برضو شركات ما عندهاش الثقل انها تقدر تشتغل بالشكل الصحيح يعني. فدايما بيبقى مهم جدا اصدار البيانات دي، مهمه جدا، والاعلان عنها والتصنيف والتصنيف كده؟ التصنيف ده اهم حاجه. ليه؟ لان ده اللي بيطمن المستثمر في الاخر هو بيشتري فين. وانا عايزه اسالك نصيحتك الامينه، الناس وهي بتشتري من مطور عقاري ايه الحاجات اللي المفروض تسال عليها عشان لا تخدع في دعايه وهميه او في وعود ما بتتحققش؟ في الحقيقه احنا الصراحه الدوله المصريه عندها اليات كويسه جدا بتحمي المستثمرين. اولا في القرارات الوزاريه للمشروع ده مهم جدا، رخصه البنى للمشروع ده مهم جدا، عقد ملكيته للارض ده مهم جدا، الحاجات دي كلها موجوده وبتصدر الدوله بتصدرها، ولكن بيبقى المشتري اوقات كتير عشان مش عارف او مش فاهم الموضوع ده فما بيسالش عنها. يعني ما حقه يسال عنها ويطلع طبعاً عليها. لازم يطلع عنها. خد بالك حضرتك تقريبا كمان القانون في مصر بيقول ان ممنوع اي شركه تعلن عن مشروعها قبل ما يبقى قرار الوزاري ليها. فده مهم جدا ان كل مشتري عنده النيه انه يشوف الكلام ده الاول يطلع عليه. انت كمسوق عقاري لناس كتير عندك بوكي واسع جدا من الناس، ايه اكتر حاجات بتتمنى تشوفها كخدمات مساعده لمحاولاتك المستمره في الترويج خارج مصر؟ احنا بنحاول دايما من المطورين يعني المره دي مش من الدوله. لا هي خدي بالك حضرتك المنظومه كلها مش هينفع المطور لوحده يعملها ولا الدوله لوحدها تعملها. بالعكس المطور بيستفيد والدوله بتستفيد، فلازم كله يحط ايده في ايد بعضه. ونتمنى ان احنا نشوف شكل ترويجي لمصر بطريقه كامله بتوضح كل الصوره الكبيره البيك بيكتشر اللي احنا شايفينها حاليا في مصر من مشروعات قوميه ومشروعات بنيه تحتيه ومشروعات تطوير عمراني. محتاجين ان كل ده يتحط في فريم واحد علشان نقدر نسوق له بشكل مظبوط. نورتنا دكتور باسم. انا بشكر حضرتك جدا جدا، وليا الشرف النهارده ان اكون في شغل عالي. انا بشكرك ويعني دايما من نجاح لنجاح. انت واحد من المشجعين دائما كمان، فبشكرك شكرا جزيلا، وشكرا لانك انت فعلا على الارض بتعمل شغل عالي وبتساهم في الترويج لمصر وفي دعم الاقتصاد المصري. بشكرك. انا بشكرك. ثانك يو.